네. 진짜 몸이. 아이원. 게리는 스케치한 배달 스트리밍 산나 저래. 다 더벳. 이거 어디? 얘는 스트리밍. 얘는 더벳 트라이 스트리밍 데트라 온트 데트라 벤다벨. 야 가비 때문에 할 듯이 어 가비 가비 بتسأل يا عم وحد راسك هو انت ليه ساعات السكرين بتقطع بتعمل سكرين عشان ما بروح اشوف الكومنت فاستنى اجيب اللابتوب عشان ما اقعدش اعمل كده ما انا عارف يعني ما هو في من غيرك في الستريمر ما انا عارف يا عم جبت اللابتوب انت بتكلم مين يا عم انت يا عم ده ريدي 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 لا لا دوس او كنسل وشغل تاني ازيك يا يوسف يوسف جيم ما اعرفش انت مين بس هو يعني ماشي مين جيم بيكنسل يلا خش انت معايا بقى خش انت معايا اه صح ازيك يا يوسف طبعا ازيك يا شباب يا طهري طب انت ممكن تفتح الستريم يعني اكيد اه وبعت لينك طب خش لي انا كده فتح الشات بتاع الستريم والستريم نفسه عندي سكواد مرة ما حملت ثانية باي باي ماس باي ماس ما تشوف الستريم ما تشوف الستريم يا بحاول اخش على اختار اللابتوب من النت عندي عصر في اللابتوب الو صوت عسل صوت الصوت بتاع المايك عسل ايه ده بس صوت لقد جاء البلوك من هنا بس مش وقته صدقني والله العظيم وقته ايه مش وقته مش كل ما افتح حاجه ببوظها لي والله ما اعرف يعني هيلعب معانا ولا هو بيتفرج بس ولا ايه
لا تعملوا بلوك الحمد لله. لا لا ليزي ليزي ليزي. انت عارف لو ما كنتش فيدي ليه كنت زماني بتفرج يعني بلعب من اللابتوب على طول. انا عم تبلوك هو بيخرب الكومنت ازاي؟ استنى بس حول الله. يا ابو هو انت مراقبني؟ بلاك يا حبيبي اصلا عشان فتح ام ال ماشي بكلمك وفاتح لابتوب حاجة عسل يعني. معيش السلطة اصلا. الكومنتس ما تزورش. يوسف ومعاذ اتفرجوا على اللايف. خلصنا بس. يا عم استنى يا خاير. البارتيسيبيس اللايف شات. استنى يا عم خاير ارجع 150 ايه؟ تعالى انا عندي حد عندي حد عندي حد عندي حد. ايه بس كده بايزو الجيمنج ايه؟ ماشي لو معاذ انت يعني لو معاذ انت لا لا اه لا باي باي كده الستريم ده يتقفل على اللابتوب. يلا انا بشوف الكومنتس هنا. حتى الاوت حتى الاوت حتى الاوت الصوت. شوت انا ما خدتش حاجة ده المعلومة يعني. أربعة أنا عشر ثلاثة يا بابا عشر ثلاثة السلاح. بابا حبيبي افهم ان الكومنت مش ظاهر. خليك معايا يا خليك خليك معايا يا شباب الحمد لله في حاجة غلط في حوار الساعة. بس وين يا ستيف؟ ايوه
لا ستيفن وان بس عم بدنا ناخذ انا اصلا ما كان بكوش مش انت سنين هم كشل العيون ده حاجه تاني حاجه انا ما اعرفش انت عندي بتعمل ايه في الاكونت ده حاجه انت هنا عندي بتعمل ايه في الاكونت انا مش عارف انت بتبقى بلوك تمام وبس يعني انت في الاكونت عندي بتعمل ايه انا مش عارف بكره السبت عم بدر حبيبي هو انت يعني ايه تتنمر على انا شايف الكومنتس عم بدر بس كنت بس طب ايش التنمر انا مش فاهم حضرتك يعني حضرتك مثلا الراعي الرسمي للتنمر المصري يعني ولا ايه انا مش فاهم انا عايز يعني طلقات وكل ما عندك الدين نور الراعي الرسمي للبوتات المصرية ثانية والله طلقات شرطة طلقات شرطة طلقات شرطة حاضر طلقات شرطة اجري اقف اجري ورايا بالظبط يعني انا بس امشي عشان الزول بس خليك ورايا خد دي نص الطلقات شرطة هقول لك حصل انا عم بدل حيك تمام ده الحاجة دي فين الطاقة؟ اهم مش انا قلت لك خليك ورايا بالظبط يا عم اهلا وسهلا ماشي حصل سيبوني انت كده ما انت شايفني ماما ما ماشي انا مش عايز ابني اضربه لغايه ما اروح اشوف مشكله النت اقتله لغايه ما اروح اشوف مشكله النت دي سنه طيب بس كده بقول لك ايه هات مينيز عايز مينيز عايز ماتريالز وجيب الجهه شوف مشكله الدنيا عشان مشكله الدنيا عايز مينيز ماتريالز انا جيت جاي اشوف مشكلة النت دي وهلعب عادي انا هحط رابط قدام شكلها ده نص ده نص ده حلو المادة دي ما بخدش عليك بحاجة ماشي يا عم ماشي انا تقريبا مديك لودك كله برودكاست انت معلم فين بس معلش والله انا اللي معلم في ناس
الحمد لله انا طبرت الليدر هنا داخلين مع بوتات انا مش فاهم انت عايز ايه بس قشطة كراك 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 طب بص بقى انا هقول لكم حاجه عشان انا كده بص يعني ايه انا اتجننت تمام اول حاجه ثانيه نور ثانيه نور معلش شايل عني كده دلوقتي ماشي جاي لك اهو بصوا بقى انا مخنوق تمام ترى فكر عن نفسي في الاستريم فما عجيش واحد زيك انت هو يقعد يزيطوا عليا في الاستريم انا مش ناقص اقسم بالله تطلعوا انتوا الاثنين بلوكات ولا عايز اعرف حد فيكم تاني انا اصلا ما بكلمكش ولا انت معاز ولا انت عارف مين ملوكه ده اصلا ارض يا عم ماشي ياخده اه مش عارف في واحد جاي هنا من فوق بقول لك ايه هنا ما بيعملش مارك او في واحد تحت في واحد تحت في واحد تحت سبعة وعشرين ايم لا انا مش عارف ايمي ضارب اقسم من ايمي ضارب ايمي بجد يعني مش ايم بني ادم ماشي بس انا هكسبك في الاستريم مالكش دعوة ما تحشرهاش معايا مالكش دعوة يا عم انا يا عم ما حدش عايز يعرف انت مالك بعدين انت مين قال لك يعني يعني والله اغلط فيك والله العظيم اغلط فيك والله العظيم ما يهمني حد بالظبط يا ابني مش قدامي يا ابني بص افهم يا ابني في واحد كراك بغباء
انا عايز اهيل 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 ده انا جنبك يا بلا انت انا هو في واحد ضربه ضربه اقسم بالله استنى بقى كده لا خليك تتكلم مع ملوك انا والله اصحاب ايوه طيب ما انا ممكن اعرف بارتيسيبيشن ما انا عملت دي هتخلص يا عم يا ابني عدي عدي ايه ده هو انت قلت لي امتى اصلا معلش فك 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 عدي عدي طب ما فيش ريفت وما فيش اي حاجه طيب اعمل ايه يا عم عدي 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 يا ابني انا واخد رقم واخد 5 فيو اللي هو صباح الكنافه ابني المنصورة ما تجيش حاجة 1% منك انت يا اللي اسمك معاذ والله اسكت بفتح موقع المدرسة عايش عايش اول جيم تسخين اصلا اول جيم في يومي يعني الخمسة او ثلاثة ليه يا طب شاطة عايش عايش عندك ملوك عندك ستيفن عندك معين ما اعرفش مين ليش سيب الموطن بس انا يعني انا اصلا اصلي منين انا اصلي من المنصورة انت من امك انت مالك بدا يدخله بدا يدخله ايه ده بقى كده عشان ايه في ايه يا بل انت ماشي ريبورت يا حاجة انا مش فاهم انت بتعمل ستارت ايه ستارت ايه انا مش ستارت فين معاذ ريبورت الو نور انت سامعني نور
يلا عملكم انت براحتكم. يا دوب معلش الراوتر رتر لوحده. ماشي ماشي حصل. ايه ممكن بس نفتح كريه شوية عشان هنزل اجيب حاجة واطلع بسرعة بس حتى اي مش هاخد وقت اديني هما 10 دقايق بتاعتك. والله العظيم كليب والله كليب. يعني انت هتنزل وتطلع تاني ولا ايه مش فاهم؟ ايوه اكيد يعني هنزل واطلع تاني وما هختفي يعني. لا انا ما سمعتش الاول بس. ايوه هنزل ايوه مش شايف اي كومنت اقسم بالله. ستيفن مش هتلاقي الكومنت ان انا عامل له ريبورت وبلوك وحوارات كده في التاك. هو اصلا بيبعت لك انت مش عارف انت شايف ولا لا. ماشي يا معاذ انت لو انت يعني عندك خبره في القرايه هم دول سته. انت بتعرف تقرا يعني ده لو محدش عارف
اخوي. اقول لك سيب الكومنتس مفتوحة. يا ابني ما تفتكرني زيها يا ابني، يا ابني والله العظيم طول ما انت فاكرني زيها والله العظيم ما هتفلح. انت عارف هي مين عمتنا مش عارف مش عارف. يا عم اعمل ديسلايك. اهلا وسهلا يا عم سلام. انت عارف انا يعني انا واخد سكرين شوت كل ده محمد يعني.
بصراحة 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 انا مش طرت جيم ابا نسيت الو الو انا لسه جاي بقول لك انت لسه فاتح التيك فاتح اه بص لو عايز استنى اقول معلش بص لو عايز تتكلم زي ناس عالة فانا ما عملتش حاجة بس انا اتغلط في حقي وانا مش عايز اخش في حوارات وبالذات في رمضان فانا قلت وانا انا عايز اعمل حاجة ورحت عملت ايه قلت لهم وده يعني مش عيب يعني مش عيب نلعب حاجة زي كده بس بديتها في ايه؟ واحد يعني واحد الحمد لله داخل بيشتمني اللي هو السلام عليكم اللي هو انا واحد بيغلط في اسر ياسين او مش بيغلط يعني بينتقد اسر ياسين فده دخل يشتمني يقول لي ما احبش انت تتكلم عن الجامعه محترمه لو انت مالك انت يا عم يعني انت مالك انت متضايق في ايه دلوقتي انا واحد انا واحد يا عم انتقد حد انت مالك وقريبك ولا اخوك ايه ده انا مش فاهم يعني خالد يا بابا يا عم انا بتكلم في حاجه تانية دلوقتي انا بتكلم في حاجه تانية دلوقتي انا دلوقتي يا هشام انا دلوقتي بتكلم في ايه في بتاعه خالد دلوقتي وانت تقول لي انت احنا كبرنا يا عم انا وسهل كبرنا ماشي كبرنا المفروض عليك ما تغلطش فيا من غير سبب لو حد جنبك يحاول ان يتدخل يا عم طيب ماشي انت دلوقتي داخل بتشتم فيا ماشي يا عم موضوع قديم مسكتنا وخلصنا يا عم ماشي حضرتك دلوقتي داخل بتشتم فيا ايه بتقول لي مش عارف زيك حمرا يا عم ضايقك في ايه ومعايز داخل مش عارف بيتنمر وبعت لك وده كمان بيتنمر اللي هو انتوا عايزين ايه مني ما انا واحد في حالي انا واحد دلوقتي في حالي انتوا مالكوا بيا يا عم بتتنمروا انا ايه جنبك انت اهو دلوقتي يعني انا جاي جنبك استنى يا ما تيجي استنى يا جماعه ايوه لازم ترد على ايه طيب ما انت بتقول ده اعتبرناه غيران منك ماشي طبعا غيران منك انتوا ما بتكلمونيش شنو ما هو ده كلام ما يوزنش يا عيني ده كلام ما يوزنش هاي بني ادم ده يعني ماشي والنبي ابو ديرك الاثنين ده عمره ما عملش انا ما بقولكش انت عمرك ما بقولكش انت استنى معلش ما بقولكش انت اقسم بالله ما بقولكش انت انا بقول لحد بس شو انت استنى ارجع
الكومنتس من زهرة وانت بلوك. استنى انت عملت حاجة؟ لا طب عامه يا هشام انا مش فاهم انا يعني انت ما بتكلمنيش عامه انا ما ب... انت ما بتكلمنيش وانا ما بكلمكش فحرك ولا حرك تخش تصدر لي في حاجه وانا اتصدر لك في حاجه بجد والله العظيم يا ابني والله ما انت والله ما انت انا مش عارف ايه انا فاتح الصوت هنا ليه والله ايه يعني انا ما مطلوب مش انا مش يعني والله ايه بجد انت موبايل متخلف اصل انت ايه انا ماتش عند تعب مخدتش عب بص انا من الاخر انا عايز اقفله تمام ان انا ايه نكت سكوته بس كده ان انا مش كل ما افتح حاجه الاقي يعني عكرتوها لو انا سيبوني في حالي انا ما تمام خلاص حرام ايه يا ابني هو انت هو انت مش لاقي تعملها فتقول حرام لا انا باكل ايس كريم وبلعب يا عم وانا مال انا يا عم وانا ساعة عايز تكمل ستريم انا صار ان مش عايز تكمل بلعب انا مش بقول عليك انت عشان دايما ان انت انا اول مرة اشوفك انت دخلت اصلا تضع الحاجة تاني حاجة هما دايما بيخشوا يسخفوا عليا انا مش عارف مش قادر مش عارف اتفق انا كنا في حالي بس برضه مش عارف اتفرج عليه رحت نور عشان بيتفرج عليك قول له هاي عشان بيتفرج عليك قول له هاي عشان محمد؟ اه ده ماشي مش عارف اوصل لك والله بصبر لك ازيك يا هشام خلاص يا بابا متزيدش بقى وانت بتزيد ليه؟ الموبايل هيفصل بص انا كنت حابب اتكلم عليك بس انا الصراحة ما ينفعش معايا الاستبات نعم لا والنبي والنبي خليك في الاستريم والنبي معلش يا عم وانا قلت لك انا قلت حاجة انا راح اجيب الشهر انا جماعة انا بعمل ريبورت لكن هو صباح الكلام خالص
اما انا بورتو بلوك من اكاونت مش 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 لاقط على ستريم على ثانية ايش. طب يا جماعه في سؤال بس يعني لكل اي حد يتفرج، هل ستريم في ديلي؟ يابا هل في ديلي؟ ماشي ماشي ابيع بكره ايه مين اللي في الستريم؟ هشام معاذ و هشام معاذ وستيفن وحد كذا حد تاني مش عارف مين. سألوني على هشام معاذ وواحد اسمه ملوكة محمد و بص انا مش قادر العب وانت عارف كده من ساعه ما صحيت وانا مش قادر العب اصلا. ايوه بكلمك انت. نور حبيبي بص انا فاهمك حاجة، انت موبايل فانت شتات عندك اللي هو انت كأنك ضربت بكاكس. ثلاثين دام تمين هيتشوت يا محمد انا مميز ونسكت يا عم انا مش 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 ايه ده بس الحوار ده انا بس ان انا يعني حوار يوتيوب مش حوار انا والله فمش اسف بعتذر. بص انا ما بعرفش العب ابيض عامة تمام ده اول حاجة. تاني حاجة انا مش هلعب ابيض معاك اقسم بالله. ده بيدي تشتات اكنه ايه بيعمل ايه مش فاهم. طب بص هقول لك على استنى
طب ماشي يا جماعه، طالما في اجماع في حاجه غلط فانا هقفل الستريم وافتحه تاني. سريع هقفل الستريم وافتحه تاني، قولوا لي برضه نفس الحوار ده. لا تمام سريع.